السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنكتب جملة في الكراس، تبعوا. نكتب جملة: ما أطيب رائحة الشواء، ما أطيب رائحة الشواء. تبعوا أطفال، هكذا نضع القلم هنا لكتابة حرف الميم. ما، انظروا، ما أطيب، انظروا، طب انظروا هكذا، أطيب، نرفع يدينا أثناء الكتابة، أطيب، نرفع يدي باش نكمل الكلمة، ما أطيب رائحة، انظروا، هذا نرتا نحبط شوية نغلق الخط هكا رائي حتى الشواء انظر انظروا رائحة الشواء هذه الشدة لأن ال الشمسية الشواء إيه؟ انظروا ماذا نكتب في الآخر، لأن هذه الجملة فيها أداة التعجب. انظروا ما أطيب رائحة الشواء، إذا نكتب أداة التعجب هكذا، ما أطيب رائحة الشواء. اكتبوا في الكراسات بخط واضح وجميل. إلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.